نمدون للزوج. إذا جاءكم من ترضون سمعوني، ها؟ لا مو دينه، خلقه ودينه. الرواية قدمت الخلق. واحد يقول ليش اللي عنده دين عنده خلق؟ مو دائما. شو مو دائما؟ المفروض المتدين الكامل عنده أخلاق. أصلا الدين النبي صلى الله عليه وآله يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لكن في ناس ساعات زميل عندك في العمل تقول والله أسف كافر، أخلاق عالية بس كافر، بدعو لي الله يهديه على هالأخلاق. واحد في المسجد كل الصلوات موجود لكن جلف، الناس كلها تقول واجد خشن، واجد يعني ما عنده أخلاق صراحة، ما تحب تعاشره. احنا الآن المعاشرة الصحيحة تبقى لها دين، لأن المتقي زوجها تقي، إن أحبها أكرمها وإن بغضها لم يظلمها. أولا الظلم يرتفع بالتدين، وثانيا السكون والراحة بالأخلاق. إذا عنده أخلاق بيشيل البنية، بيشيل البنية. لهذا أنتم تعرفون سعد لما مات النبي شنو حضر جنازته لو لا؟ الرواية يقولون النبي حافي القدمين كاشف الرأس، ها، ويمشي ومرة ياخذ الجنازة من يمين ومرة من يسار. فسألوه قال شفت الملائكة هكذا، شفتهم حافين وشفت مرة مجود يمين وأنا أسوي مثلهم. 70,000 ملك جي شيع سعد. فلما النبي جاء إلى قبره وكذا، أم سعد قالت هنيئا لك يا سعد الجنة. قال لها رسول الله يا أم سعد لا تجزمي على ربك، إن سعدا أصابته ضمة ضغطة القبر. فلما سألوا النبي بعدين شفناك تمشي حافي شفناك كذا، قال شفت الملائكة. قالوا إنزين الملائكة وقلت سعد تصيبه ضمة؟ قال إيه أخلاقه في البيت يا أهله مو هالقد، متدين بس في البيت هذه مشكلة. ما تعرفون بعض الناس قبل لا يوصل البيت بساعتين يسير الرعب قبله. إذا قالت الزوجة قعدوا أحب جابوكم، كأن على رؤوسهم الطير تعدون، لأن أبوهم في البيت وحش. لكن أنا يعني اتصلت واحدة قالت يا شيخ زوجي أني جدة مي صغيرة يسبني ويشتمني ويضربني حتى قدام أزواج بناتها وكذا وكذا. طبعا أولاده بعد اتصلوا قالوا صدق أبونا يسوي كذي بهالعنف واجد عنيف. أقول هم ما جابوا الاسم، بس الزوجة تقول قلت ليه مرة يا فلان، فلت لسانها. وإذا بهذا الخلوق في الماتم، خلوق هي الديرة كلها لكن في البيت وحش. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، النبي صلى الله عليه وآله. فالمسألة يا حبيبي ساعات الواحد اللي يخلص بتر الأخلاق، بتر الابتسامة رجع البيت، بدون بتر ضحك بدون بتر أخلاق ما عنده بعد بتر الأخلاق. فهذا ضحيته إلا في البيت.